السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نصيحة لله يسمعها كامل من شعبنا العزيز. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يطيل أعماركم أجمعين في طاعته، وأن يوفقكم أجمعين لما يرضيه، وأن يشفي مرضاكم أجمعين، ويرحم موتاكم أجمعين، وأن يصرف عنكم هذا الوباء، وأن يصرف عنكم كل بلاء وكل داء. لا لا ينقلكم عن الأمراض كاملة، عنها ما فيها معرة ولا فيها عيب، وعنها قدر من أقدار الله، وأن الله عز وجل يبتلي من شاء بما شاء، وذاك لا من قدره، وما عند حد في شيء، حد له يبتليه، ما يقدر يدفع عنه ذاك البلاء حد، وحد ما هو مبتليه بشيء، ما فيه مول يصيبه يسوى اللي يخلق. وهذه أقدار مولانا، ولدى مع مولانا لا حد يتعامل معها. هذا التعامل أولا تعامل إيماني، اقعد عارف عن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وعن اللي ينافي القدر وفي كل شيء إلا الله عز وجل وحده، وأنه هو اللي أمره ماض في الخلائق جميعا في أولهم وآخرهم. ويعود عارف عن هذا الإيمان يقتضي منه معرفة أن العدوى ما تمرض، وعن الأسباب كاملة ما تشفي، عن اللي الله ينصاب المرض لا أحد مكتوب له القدر سابقة القدر، وعن الله يبرأ لا أحد شفاه مولانا، عن الله عز وجل هو الذي يشفي. ولذلك الله عز وجل احكى عن خليله إبراهيم عنه قال: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. الجانب الثاني الجانب الشرعي، يلا حد يعود عارف فيه عنه واجب عليه يأخذ بالأسباب كاملة، وأنه حرام عليه يفرط، وأنه حرام عليه يسعى في نقل العدوى، وحرام عليه يسعى في إلحاق الضرر بأي أحد، يسوى من أسرته يسوى أجنبي عليه. ولذلك حد شعر بأعراض يسوى شنيل لهذا الوباء، وجب عليه مولانا أنه مباشرة يعتذر الناس ويبلغ عن راسه الوزارة، وذاك هو السعي في العلاج اللي وجبه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تداووا عباد الله. وإذا قدر الله أنه كان مخالط حد، وجب عليه مولانا يسمي ذوك الأشخاص اللي مخالط ويعطي عناوينهم، ولا في ذاك أي محذور ولا في أي مشكلة، يسوى من أهله ويسوى ما هم منهم. وش من الناس يشك عنه إلى أعطى أسماء أشخاص تخالط معهم، عنه عدل لهم تهمة ولا عدل لهم رواية، وهذا غلط كبير في التصور، وقدم لهم خدمة واسعف حالة ما يضرهم، وإلى اشحد ذاك اشحد مخارط لهم اسعف حالة يضرهم وغشهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. لذلك واجب على الإنسان منين يحس بأعراض، والله خالط حد مصاب، والله خالط حد متهم بعدان بعد مصاب، أنه مباشرة يعتزل الناس، ما يقرب حد، يسوى منهم يسوى منه. الجانب الثاني الجانب الشرعي، يلا حد يعود عارف فيه أنه واجب عليه يأخذ بالأسباب كاملة، وأنه حرام عليه يفرط، وأنه حرام عليه يسعى في نقل العدوى، وحرام عليه يسعى في إلحاق الضرر بأي أحد، يسوى من أسرته يسوى أجنبي عليه. ولذلك حد شعر بأعراض يسوى شنيه لهذا الوباء، وجب عليه مولانا أنه مباشرة يعتذر الناس ويبلغ عن راسه الوزارة، وذاك هو السعي في العلاج اللي وجبه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تداووا عباد الله. وإذا قدر الله أنه كان مخالط حد، وجب عليه مولانا يسمي ذوك الأشخاص اللي مخالط ويعطي عناوينهم، ولا في ذاك أي محذور ولا في أي مشكلة، يسوى من أهله ويسوى ما هم منهم. وش من الناس يشك عنه إلى أعطى أسماء أشخاص تخالط معهم، عنه عدل لهم تهمة ولا عدل لهم رواية، وهذا غلط كبير في التصور، وقدم لهم خدمة واسعف حالة ما يضرهم، وإلى اشحد ذاك اشحد مخارط لهم اسعف حالة يضرهم وغشهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. لذلك واجب على الإنسان منين يحس بأعراض، والله خالط حد مصاب،
والله خالد حد متهم بعدين بعد مصاب عنه، هو مباشرة يعتزل الناس، ما يقرب حد، يسوى منهم، يسوى من أهله، يسوى من غيرهم، ويتأكد ذاك في حق الضعاف، كيف الناس اللي كبار في السن، والله الناس اللي مصابة بأمراض مزمنة، والله تريك الصغيرين اللي ما عندهم مناعة، ويبعد هو براسه ويبلغ الوزارة، وزارة الصحة، وهذا فريضة واجبة يتعبد الشخص بها مولانا، ويقدم بها خدمة لوطن ومواطنيه. وأما اللي يلا نعود عارفين كاملين عن حرام على حد شرعا، يعود يسلل والله يدخل حتى ينتقل شور قريته ولا شور بلدته، وهو محتمل أن يعود قط خالط مصاب، والله اللي كيف تاك به اللي ذاك، لا من إدخال الضرر على المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، وعلى ذاك داخل في هذا عن محد هذا الوباء موجود والله يخاف من وجوده والله انتشاره، عن حد ما ساقط عنه عيادة المرضى ويكون بالتليفون، وساقط عنه ياسر من الاجتماعات واللقاءات، كيف المناسبات والأفراح والأعياد، واللي كيف تاك ما يلقى حد، يكون بالتليفون يتصل على الناس يسلم عليهم ويقبل أخبارهم، غير لا بواسطة الاتصال، غير ما يلقى هو الناس ولا يجيهم. هو من ينعاد نفسه المسجد عنده فيه عذر أنه ما يقيسه معناها عنه الاجتماعات، ويسوى شنهي، يسوى جنازة، ويسوى عيادة مريض، ويسوى مناسبة اجتماعية عنده فيها عذر كبير ما يتواسى يقيسها. وأما اللي منبه على عودانا الشباب والناس اللي تقد تزي شي في هذا، أنا مفروض أنها تتطوع للوزارة وتشارك في توعية الناس، وتشارك في حراستهم وحمايتهم، وتشارك في قاعد اللي منها قاعد يعالج، يشارك في العلاج، وذاك لها صدقة من بدنه وتطوع في عمل خير ومطلوب شرعا من الناس كاملة، عارف اللي منها قد يعدلوا يسوى في الداخل ويسوى في المنكشوط، واللي قد يشارك بخير يقدمه، يسوى بجهد مالي ويسوى بجهد بدني يعدل. انتم سمعتوا اخوتكم اللي شاركوا في الصندوق بهم اللي عندهم وقيات وقدموهم، جزاهم الله خيرا وتقبل الله منهم بالمضاعفة وثقلها في ميزان حسناتهم، لغير الناس كاملة الأخرى تقدر تشارك في أبدانها، تقدر تشارك في العلاج، وتقدر تشارك في الحماية، وتقدر تشارك في إعداد الطعام للمحجورين، والله في إعداد لهم الخدمات اللي محتاجين لها، والله باط في رعاية أهلهم وراهم، ذا كامل إلا من التكافل الاجتماعي اللي واجب، ومن حقوق الأخوة والمواطنة اللي واجبة، ولا يفرق فيها حد بين حد وحد، الموريتاني كاملين أسرة واحدة، والمسلمين قاع كاملين أخوت، ويسع حد بعد أن يوصل نفعه، الحد كامل قاعد يوصل له نفعه في ذي الفترة، فترة الحاجة له، اللي قدمه لنا يغني. وهذا الوباء مبشركم عنه الحمد لله من اللي لغرك أكثر من أسبوع في العالم كامل بدأ ينكسر، قلت ضرورته وخف الحمد لله، خفت أعراضه، وبدأ أمل الانتشار ولا يضعف شيئا ما في أكثرية المناطق، طالبين الله عز وجل يرفعه ويرحم كل توفاهم به من المسلمين، ويشفي اللي أصابهم به كاملين، ويصرفوا عن أهل الأرض أجمعين، ولا يبدلوا لهم شيء أشد منه، ولا مستامعه. ويا الله سنعود عارفين كاملين عن هذه الأوبئة، ألا كيف الأوبئة اللي كانت تجي، والكورونا ايش بينه هو وحمرون، وايش بينه هو وذي الأمراض اللي كانت تخلق كاملة فيها أوبئة تنتشر، ومنين تخلق تعس منها مادة، وتعس من تنقل العدوى، وتعالج اللي مرض منها وتعلم به، واللي كيف هذا الفرق، لا خطورته هو في كثرة انتشاره وتوهي غير بعد عودانه وباء، الا كيف ذكر الأوبئة الأخرى. والله يشفيكم أجمعين ويعافيكم، طول أعماركم، يحفظكم بما يحفظ به عباده الصالحين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ما علمت منها وما لم أعلم، وباسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب،
أن يصرف هذا الوباء والبلاء عن المسلمين وعن أهل بلدنا خاصة، وأن يشفي المرضى ويرحم الموتى، وأن يعين من أعان المرضى والمصابين والمشتبه بهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.